السلام عليكم، أنا صدام محمود جبر. شاركت ببرنامج إنهض لعمل المشروع اللي كنت عم بحلم فيه. بصراحة ما راح أترك هالفرصة، خاصة بعد ما أخذت التدريب اللي غير فيه أفكار كثيرة وحسيت إني تطورت أكثر وصرت أفكر من زاوية مختلفة عن اللي كنت أفكر فيها. وبعدني مصر على إنشاء المشروع، خاصة في ظل أزمة كورونا والحجر الصحي اللي عزز في إنشاء المشروع، لأني بصراحة استفدت ولقيتها فرصة لأتعمق أكثر في البحث عن المعلومات حول المشروع ليكون مشروع ناجح أكثر وملم فيه أكثر ومن كل جوانبه. وبحب أحكي لكل شخص لسه ما قدم وما شارك في البرنامج إنها هاي فرصته ليغير حياته وحياة المجتمع اللي عايش فيه ويشارك أفكاره على مستوى أكبر وأشمل. وبصراحة الكل مستفيد من هذا البرنامج، وحاليا عم بدعي ربنا يرفع عنا البلاء لنرجع نحقق أحلامنا وتصير فرحتنا فرحتين. حمى الله أردننا وقيادتنا وشعبنا من كل مكر.